Assalamu alaikum. Good morning, girls. How are you? How do you feel today after the holiday? كيف حالكم بعد العطلة؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير. وإن شاء الله بنبدأ الفصل الثاني وإحنا مبسوطين. طبعاً إحنا اضطرينا إنه نرجع للأونلاين عشان التسكير اللي صار. إن شاء الله أسبوعين وبنفتح المدرسة على خير. فأنا هذا الأسبوع رح أرجع لكم يونت 4، طبعا انتوا اخذتوه وحليتوا كل التمارين اللي فيه ما عدا صفحتين في الورك بوك ما لحقنا وبدينا امتحانات. هلا في بعض البنات كانوا غايبين اثناء الحل، فارجو من البنات اللي ما حلوا معانا وحسوا حالهم انهم في بعض التمارين ما انحلت انها تحل معي. انا راح اخلص في هذا الاسبوع يونت 4 مراجعة فقط، ثم بعد ذلك راح انتقل ليونت 5 اللي هو الفصل الثاني، يعني هذا تكملة الفصل الأول. يونت 4 تعرفوا بتذكروا have you got a milkshake؟ بتذكروا هذا الدرس كان حول عن الفود. شو يعني فود؟ يعني طعام. أخذنا سلد يعني سلطة، فرايز يعني مقالي بطاطا، بيتزا بكتبوها بيتزا بس ما بنقراها بيتزا، بيتزا، ميلك شيك يعني كوكتيل بالحليب، تشيز ساندويتش يعني ساندويتش بالجبنة، و تشيكن يعني دجاج. طبعا انتو بتعرفوا هاي الكلمات واخدتوها املاء، ولكن للتذكير فقط. ناخد درسنا. listen and read. have you got a milkshake روزي؟ روزي اخدت ميلكشيك، كانت الهون الام ماخدة بيلي وروزي للبارك. شو يعني بارك؟ يعني منتزه. yes I have. معك يا روزي ميلكشيك؟ أيوة معي. where is Billy؟ where قلنا يعني وين، where يعني أين، أين بيلي؟ he's behind the tree. هو خلف الشجرة. behind قلنا خلف، أما أمام فهي أيوة هيكم عارفينها، in front of، in front of، behind خلف. has he got a cheese sandwich؟ مع ساندويش الجبنة اللي طلبها؟ no he hasn't، ما معه. and he hasn't got his salad، ولا أخذ السلطة تبعته. here you are Billy، ودت له الساندويش، ودت له السلطة. Thank you. شكرا إليك. كان يلعب تحت الشجرة. بيلي ما أمه بتسأله. Do you like the food؟ حبيت الأكل؟ Well, they like the food. بقولها هم من حبوا الطعام. الأم بتسأل. They. مين they؟ من أكل الأكل. Sorry, mom. Don't worry. ما تخاف. We've got more food. رجعت روزي صارت تركض ورا العصافير لتاخذ منهم الاكل تبع اخوها. Naughty birds يعني عصافير اشقياء. طبعا هذا الدرس انا متاكده انكم حافظينه وزهقانين منه، ولكن انا بدي اعرض لكم اياه زي كل مره ما تعودنا انه نعرضه، وان شاء الله انكم تنبسطوا. خلينا نشوف على نعرض الدرس ونتفرج عليه. يا خلينا نشوف وين هو الدرس. cheese sandwich، chicken، pizza،
Cheese sandwich. Salad. Chicken. Fries. Milkshake. Listen and repeat. Salad. Fries. Pizza. Milkshake. Cheese sandwich. Chicken. Listening 39. Listen and chant. Salad, salad, salad. Fries, fries, fries. Pizza, pizza, pizza. Milkshake, milkshake, milkshake. Cheese sandwich, cheese sandwich, cheese sandwich. Chicken, chicken, chicken. خلينا هلا نشوف الدرس. Listening 40. Listen and read. Do you have a milkshake, Rosie? Yes, I do. Where's Billy? He's behind the tree. Does he have a sandwich? No, he doesn't. And he doesn't have his salad. Here you are, Billy. Thank you. Billy, do you like the food? Well, they like the food. They? Sorry, Mom. Bad birds. It's okay. We have more food.